من منطقة أرسين في طرابزون، طرابزون الشمالي التركي. استعرضكم اليوم شقة في بناية مميزة. الحاجة المميزة في منطقة أرسين أنها مخدومة بكل خدمات. حالياً أنا موجود في إحدى مطاعم منطقة أرسين، مطعم رندا، بالإضافة إلى أنه موجود بالقرب من المكان اللي أنا موجود فيه مطعم عربي معروف والمطاعم السياحية المعروفة، بالإضافة إلى ساحل أرسين وممشى أرسين المعروف لأهالي طرابزون والسياح. الشقة اللي بنصورها اليوم شقة ثلاث غرف صالة في بناية جدا مميزة، مساحتها 150 متر مربع، وأيضا موجود شقق أخرى في هذه البناية. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل أكثر على أرض الواقع. وصلنا الدور السادس جماعة الخير. زي ما تشايفين عندنا شقتين أمامية وشقة خلفية، موجود أيضا مصعد في كل في البناية هذه يخدم البناية ككل. الشقة هذه شقة ثلاث غرف صالة، مساحتها 150 متر مربع. دخلنا الشقة، مدخل الشقة من هنا، يسارا عند الأنترفون بالإضافة إلى مفاتيح الإنارات. في المدخل زي ما انتم شايفين في ديكورات سقفية. يمينا على طول عندنا المطبخ، بجوارها عندنا الصالة. ندخل مع بعض المطبخ. مساحة المطبخ جيدة والدواليب ايضا راكبة وجاهزة فيها، نوعية جيدة جدا، دواليبها صفر ممتازة، نوعية فاخرة. أماكن الأجهزة الكهربائية أيضا مجهزة من ويلة. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الصالة. زي ما تشايفين الأرضيات كلها، الصالة والممرات والغرف كلها باركيه، بالإضافة إلى أن الصالة حاطين ديكورات سقفية أيضا. واجهة جانبية إطلالتها على الطبيعة، والواجهة الأمامية على البحر. في مخرج من هنا أمام للبلكونة الأمامية. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، جزئين، جزء من جهة الصالة والجزء الأكبر من هنا عندنا نقدر نحط فيها الطاولة ونستمتع بإطلالة البحر. زي ما تشايفين المسافة جدا قريبة للبحر، تقريبا أقدر أقول 150 إلى 200 متر. والمنطقة مخدومة، موجود فيها سوبر ماركتات بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. الشقة موجود فيها التدفئة المركزية أيضا في كل الغرف والصالات. نجي هنا على الغرفة الأولى، تقريبا مساحة الغرفة هذه 4×3 وإطلالتها على الطبيعة. بجوار الغرفة هذه يسارنا هنا عندنا وانتم بكرامة دورة مياه الأولى بنظام أرضي. عندنا المنطقة هذه جنب دورة المياه منطقة خاصة حاطينها مكان لغسالة الملابس. عندنا بجوارها هنا الغرفة الثانية، هذه مساحتها تقريبا زي الغرفة الأولى، تقريبا 3×4 وإطلالتها أيضا على الطبيعة. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. مروش وكلوزت ومغسلة. وأخيرا غرفة
الماستر. غرفة الماستر لها دورة مياه خاصة فيها وانتم بكرامة. ومساحة غرفة النوم مساحة جيدة، نقدر نحط مكان للدولاب ومكان للسرير وملحقات غرفة النوم كاملة، ولها بلكونة صغيرة. خلفية إطلالتها جميلة جدا على الطبيعة، شوفوا الإطلالة الساحرة على الطبيعة كيف، استمتعوا بهذه الإطلالة. بعد مشاهدة الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار.